إليكم بعض الأسماء البارزة في هذا التصنيف. أم كلثوم كوكب الشرق وأيقونة الطرب العربي في المركز 61، يصفها المقال بأنها لا يوجد مثيل لها في الغرب. مثلت روح العالم العربي لعقود ولا تزال تمثله حتى الآن إلى حد ما. فرانك سيناترا صاحب رائعة Fly Me to the Moon والذي رحل عام 1998 جاء في المركز 19، وصف بأنه كان عملاقاً وراء الميكروفون وفاز بكل الجوائز الممكنة في عهده. وإلى الترتيب ويتني هيوستن إحدى أساطير موسيقى R&B في المرتبة 2، ولا تزال أغنياتها ضمن الأكثر استماعاً حتى بعد رحيلها ب11 عاما. رغم كل الانتقادات، لكن هناك اتفاقا على أحقية المغنية والشاعرة الأمريكية الراحلة أريثا فرانكلين لصدارة القائمة. ملكة موسيقى السول توصف بأنها أروع صوت خرج من الولايات المتحدة وسبب رغبة النساء في الغناء.